هذه الكنيسة كانت قديمة ومهملة وقد تم إعادة بناؤها منذ سنة، ومنذ 25 سنة وأكثر لم نكن نقيم أي صلاة فيها نظرا لكون الكنيسة قديمة ومهدمة، وكذلك لم يكن هناك رجال دين. الآن سنعيد لهذه الكنيسة أمجادها وسنقيم صلواتنا فيها. اليوم فرحة كبيرة، وهي السنة الأولى بعد تقديسنا وتدشيننا للكنيسة يهون في عامودة. احتفلنا في عيد مار إيليا الحي مار الياس اللي كان نبي غيور 1000 سنة قبل الميلاد وقبل مجيء السيد المسيح. احتفلنا مع أهالينا في عامودة، أجوا من الحسكة، من القامشلي، من قبور البيض، من كل مكان، من الجزيرة حضروا هذا الاحتفال.